لو طلعنا يا شباب من السلم ده انا طلعت ما تتصرفش هو اللي عايز يطلع في الحته لو طلعت هتطلع من الدور الثاني اللي هو بص شايفين الحته اللي فوق دي اللي يطلع فوق ممكن دكتور رامي ممكن حضرتك ممكن تطلعوا هتاخدوا الصوره من فوق البيمه والكلام ده من فوق الدور الثاني هنا السلم هيطلع حضرتك فوق الدور بتاع الستات ومنها تجيب في المعبد كله هتيجوا عند كوبري المشاة بتاع اللي هو قبل اللي هو عند بيت الصلاة عند اسكندريه جت اسكندريه على معلقه
ومن المعلقة على الأسفين وصل إلى بعد كده نقلت إلى العذراء آي سوية في 360 سنة 23 بطرك بطرك يعني باب زي الدرجة الشهودة الله يرحمه والبطرة والروس 23 بطرك من الأباطرة من مداركة الكنيسة كانوا موجودين في كرسي بغاوي هنا بداية يوحنس الثامن اللي هو البابا 80 البابا 80 للبابا 102 بالتالي البابا بالتالي 13 كان هو البابا 102 يبقى من البابا 92 ل 102 كانوا ل 80 سوري ل 102 23 مرة وانتوا داخلين هتلاقوا نوع اسماء البابات اللي تولوا الكورس البابوي من حرب سوريا طلع بعد حرب سوريا طلع حرب الروم ثم الأزبكية ثم بعد سوريا حاليا السبب ينتقل منه كده. لا هقول بقى شباب عشان ما اصبرش هناك هقول السبب تشيل الكنيسه وعثمان ملوك الرسول اللي قتل المسيحيه مع بابس ده هيقول فيها في الجوهريه القدسيه المعاصيه وبعد كده هقول معلومه حلوه قوي ليه الكنيسه دي اصبحت مقر بابا؟ ليه؟ يقال ان ايام الناصر محمد حدث فتنه عظيمه في البلاد سموها يوم الهرم العظيم مش هرم الزلمه ولا حاجه لا حدث اضطهاد ومشاكل كده كبيره جه الناصر محمد عمل ايه؟ امر بغلق جميع الكنائس ناصر لا خليها معاك.
مش هعرف على يعني اكتر حاجه تخش الناس مدرسة قدام أرض زويلة بتعليم المادة في مدرسة أكل
بيصير كده بيخرج كمانين عشان اللي بيقول لك شيء كمان ده تصميم او صور تعليميه مخطوطه بتقول ان في فنانين اخطاء بنبيل الروح العرض اللاعب وقعت في الارض او قدام الكنيسه اللي عنده فنانين مصريين زي بيلي صغير خلاص في بعد كده هنخش يا ريت تفتحوا لنا هيفتحوا لنا متحف صغير مكتب الاباء المباركه حاطين فيه شويه مقتنيات الكنيسه لقينا صندوق مليان روحات ابو طارق لما نتكلم عن الانجل هناك الانجل اللي هو المنبر محمول على اربع اعمده الاثنين معروفين الاثنين مربوطين وحتى فيها تفسير عشان المنبر لما بيطلع عليه الانجل او بيطلع عليه الواعظ او القسيس ويتكلم بيهدي الناس الى طريق المعود والطريق السليم تمام؟ كان جوه المنبر ده فارق كده نسك او صار خشب كبير عامل في حاجه كده فرد الجناحات دي كان بيتحط عليها الكتاب كانت منجليه منجليه فوق المنبر يتحط عليها الكتاب ويتفتح فاضل عامل قهوه كده صار هشوفه بكم بقى في مجموعه من الاناجيل والمخطوطات القبطيه رهيبه بس في واحد ملوش حاجه اللي عليها زي بص المفرد اللي هو بيرفع في هناك مخطوطه ملهاش حل مخطوطه ملهاش حل بص عليها اسمها مخطوط البصخه بنهرين مخطوط البصخه بنهرين البصخه دي حاجه عندنا في اسبوع الايام بتخرج لو كنسيه ايه مخطوط البصخه بنهرين المخطوط مقسوم نصين عمود عربي وعمود تركي عمود عربي وعمود تركي خلاص اسمه ايه؟ البصخه بنهرين خلاص هتشوف بقى مجموعه من الاغاني والكاس اللي حاطط فيه الليل والسبير وكل التعبيرات والسلام وكل اللي كله هتشوفه المخطوطات ده كله فين؟ في المتحف او هتشوف الاكواد كلها هتشوف البير هتشوف المكسوره بتاع 17 سنه فيها هتشوف بص بقى هناك ايوه الكنيسه اللي بناها قديس القديس الصعيد اسمه زي يورو زي يوم قديس من قديس الصعيد 352 القرن الرابع اهدى بناية صعيد زويلة بالمناسبة ايه حاجة كبيرة؟ مصر زويلة دي قبيلة مغربية جت مصر واستقرت من قبيلة مغربية مغربية جت وأقامت فين؟ اقامت في مصر الافريقيه دي وعملوا قاره كبيره وقعدوا فيها من ضمن الحاجات اللي بتعملوها في السجن استخدموا قطع وعملوا قطع او عياء كده قبيله زويله قعدت في هذا المكان وفضلوا في الفتره دي كلها وانا بقول لك فضلوا قاعدين فتره لغايه 131 فرض واتعمل تعاقد شويه مع الفاطميين فرضوا فهمت الناس كده مش في الحاره دي بس الناس دي ايه؟ قعدوا وفضلوا وخليهم معاك في المكان ده 352 ده تقريبا شيء كريزي 360 ده عدد السنوات اللي استقر فيها القدس الرابع 23 فتره اللي هم حكموا بيها او كانوا مسؤولين عن القدس الرابع اخر حاجه هقولها وبعد كده تاني الجناز هناك ونشوف بقى هنشرح ولا في كنيسه صغيره اسمها كنيسه قصرين لا جوه جوه كنيسه ليها قصه رابعه لا كنيسه قصرين كنيسه جوه كنيسه ليها قصه صغيره قوي هنخشها وفيها جنبل خشبي كده جميل ايه اللي حصل؟ كان في وكاله شغال 1972 والمعلم ابراهيم كوهان كان قاعد والمعلم ابراهيم كوهان ايوه على استنزاف 17 تمام ابراهيم المعلم ابراهيم كوهان ده كان بمثابه رئيس وزراء حصل كان حاضر قداس وهو حاضر قداس ابونا فيها اسمه ابونا ابراهيم العسكوري الراجل عنده شغل في الديوان ابونا مشهور ابونا طول شويه في القداس فراح بعته مع واحد قال له هنا يقول لك المعلم يقول لك خلص معاك ابراهيم يقول لك خلص هو ورا شاي فابونا قطع الصلاه قال له ما فيش معلم غير الله هو المعلم قال له مش عارف يروح يجيب الكنيسه بنفسه هو المعلم اللي هو هاي لما كان هناك هو في القاره بتاعته فقال له مش عاجبك روح اجيب لك الكنيسه بنفسك قال له ما ضايقش ما خدتش على ولا هو نفسه ما ضايقش ولا ما تزوين دول ولا ما يعتبر دي رساله من ربنا
مش عاجبك اعمل لك كنيسه لوحدك. راح جه وعمل كنيسه صغيره كده وهو ده سبب اقامه القداس الجد بتاع المنصفين كان من هذه الايه؟ الحادثه. القداسات المتاخر لما ورانا شمال من الحادثه اللي بنى كنيسه وابتدى يسن سنه وعاده وقاعده عمل قداس مبكر للموظفين يبدا 6 وطلع 7 ونص عشان كل الناس تبقى شغاله. 6 الصبح في قداس كل يوم كنايس ب 6 ونص ل 7 ونص 8 قداس سريع للموظفين عشان كل واحد يبقى شغله. غير القداس بتاع يوم الجمعه اللي بيبقى الساعه 8 يوم 11 او يوم الاحد يكون قداسين قداس فردي وقداس متاخر الناس اللي وراها اشياء في القاضي. فكنيسه مسلمين هو كان بيحب مسلمين قوي سمى الكنيسه دي ايه؟ على اسم مسلمين. ومن هنا خلاص يبقى دي بالنسبه للكنيسه اللي هنشوفها في اربع هياكل، هيكل اللي هو فيه محصوره بتاعت العضله الملاك الرياح اللي في النص دايما بيبقى الرئيس اللي بيبقى بس صاحب الكنيسه هيكل سيدنا العظيم مريم اللي بعد الملاك الرياح والملاك الكريم. وفي كنيسه كانت موجوده في العهد بتاع الملاك الشرقي. في هناك منظر لصليب الصاروخ روعه وخلي الشعب خليها هناك عشان نشوف المنظر. يلا يا جماعه لما نروح هناك نسمع الكنيسه لو حد